اخي العزيز، انت لا تقل لهم انهم المفروض يطلعون، هم يريدون يطلعون. يعني الامريكان غير راغبين بالبقاء، حتى انا اقول والله احنا ضروري انه ندعم بقائهم، هم اصلا سينسحبون سواء اردنا بقائهم او لم نرد. الشيء الوحيد الذي وقف ضد اراده ترامب بسحب القوات هو البنتاغون. البنتاغون كان وما زال، حتى ما كنا حضرتك اشرت الى، كان يشير في كلامه بناء على توصيات البنتاغون. البنتاغون يقول احنا استثمرنا في العراق كثيرا من عام 2003 ولحد الان، خسرنا فيه كثيرا، دفعنا ثمن غالي فيه كثيرا، لا يجوز ان ننسحب منه. بخلاف البنتاغون، لا السياسه او الساسه الامريكان ولا الراي العام الامريكي باكمله مؤيد لهذا الطرح. الكل يريد ان يسحب القوات من العراق، الراي العام والسياسي، ولهذا ترامب يفكر بهذا الشكل. بالمناسبه ترامب عندما قال اريد ان اسحب القوات، هو يدغدغ مشاعر الراي العام الامريكي الذي يريد ان يسحب قواته من الشرق الاوسط اليوم قبل بكره. وبالتالي عندما تطلع الميليشيات وتطلع احزاب الميليشيات واذناب الارجنتين لكي يقولوا نحن نطالب الامريكان بالخروج، هذا كله كلام فارغ، الامريكان هم من يريد ان يخرج وليس الميليشيات هي من ستدفعهم الى الخروج. الامريكان يريدون ان يسحبوا انفسهم من العراق اليوم قبل بكره، وهذا ما سيحصل عاجلا ام اجلا، سيحدث هذا الانسحاب. لهذا انا اقول لشعبنا وعبر برنامجكم الموقر والكريم وعبر كل الناس الذين ما زالوا ياملون بحلم ان تتكرر احداث 2003 مره ثانيه، 2003 مره ثانيه، وتجي قوات امريكيه وتزيل نظام وتجيب نظام، هذا عهد انتهى، لن يحدث مره ثانيه. هذا الامريكان يقولون عن هذه المرحله انها خطا جسيم، مثل ما حضرتك قلت في المقدمه الجميله اللي تكلمت فيها، خطا جسيم. موضوع بناء الأمم هذا خطأ ارتكبته إدارة بوش، لن نقع في هذا الخطأ مرة ثانية. هم يقولون أنتم الطوفان في الشرق الأوسط، أنتم منطقة تكرهونا ونحن أيضا نكرهكم، لا نريد لنا منكم أي شيء. قبل حتى كان لدينا مصالح متعلقة بالنفط، ما نفط حتى هذه الآن لا نحتاجها، لا نحتاج نفط الشرق الأوسط ولا نريده ولا نريد أي شيء منه. كل ما في الأمر الشيء الوحيد اللي بقينا في الشرق الأوسط هو ما تبقى من فكرة الدفاع عن أمن إسرائيل. حتى قضية السعودية التي دفعت أموال سخية وكارثية للولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا انتهت إلى فشل ذريع. الأمريكان سينسحبون عاجلا أم آجلا من كل الشرق الأوسط، وأولها عقدتهم الحديثة اللي اسمها العراق.